مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أوراق مصرية. نواصل اليوم مناقشة قضية خالد سعيد باستعراض أحدث تطوراتها السياسية والقانونية، كما نعرض في الجزء الثاني من البرنامج لقاء خاصا مع جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، تناول الآثار السياسية للقضية على الساحة في مصر، وإلى جانب حقيقة ما يحدث داخل الجمعية الوطنية وحقيقة علاقتها بالدكتور محمد البرادعي والإخوان والأحزاب والمواجهة أيضا بين الكنيسة والدولة بشأن موضوع الزواج الثاني. أما قضية خالد سعيد فربما تكون ما تزال في بدايتها، رغم صدور قرار النيابة بالقبض على المخبرين واتهامهما بالتعذيب واستخدام القسوة واعتقال مواطن دون وجه حق، وليس بتهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت كما طالب أقاربه والمدافعون عن قضيته والذين اقترب عددهم من 500,000 على الفيسبوك وحده. ولوحظ صدور قرار النيابة بالقبض على المتهمين بعد أكثر من 3 أسابيع من الجريمة، وفي اليوم نفسه الذي أصدر فيه الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن القضية، وهو ما اعتبره النظام تدخلا في شؤونه، طبعا تدخلا مرفوضا. وقبل أن نتابع آراء عدد من المواطنين المصريين والمحامي محمد عبد العزيز الذي يعمل في قضية خالد سعيد، أود أن أشكر فريق عمل البرنامج في مصر، رشا فاروق ومجدي أحمد وأروى عبد الفتاح في البحث والإعداد، والمصور كمال سمير ومساعد الإضاءة محمود، وأشكر العديد من أصدقاء البرنامج الذين ساعدونا للعمل وسط ظروف صعبة غالبا وخطيرة أحيانا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على التعليقات الكريمة في الفيسبوك واليوتيوب على الحلقة الماضية التي صورناها بالأسكندرية في موقع الحدث، ومن الأسكندرية أيضا نتابع هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ محمد عبد العزيز المحامي في قضية خالد سعيد، فلنتابع. طيب، قول لنا إيه موقف القضية دلوقتي بعد صدور قرار أو تقرير الطبيب الشرعي الثاني؟ يعني احنا حسب ما هو موجود في قانون الاجراءات الجنائيه، تقرير الطبيب الشرعي هو دليل من ضمن الادله اللي موجوده في القضيه، يتساوى مع دليل الاثبات المتمثل في اقوال الشهود، يتساوى مع معاينه النيابه العامه لمسرح الجريمه، يتساوى مع كل الادله اللي موجوده تثبت جريمه قتل خالد سعيد، ولكن ليس هو الدليل الاصيل وليس هو الدليل سيد الادله، ولكنه دليل من ضمن الادله من الممكن ان تاخذ به النيابه العامه وممكن لا تاخذ به، بناء على ملاحظات الدفاع او الادعاء بالحق المدني تحديدا حوالين الفنيات التي جاءت بتقرير الطبيب الشرعي، سواء كان اخذ بها في التقرير المبدئي او ما اخذش بها في اللجنه الثلاثيه. طيب، ولكن يعني لما الطبيب الشرعي يقول ان في لفافه بانجو فده بيؤيد يعني كلام الشرطه. التقرير المبدئي غير التقرير النهائي، لازم نفرق. التقرير المبدئي لما راح بناء على مذكره نيابه عامه، مذكره النيابه العامه اللي راحت بواقعه الداخليه فقط، ما راحتش بواقعه روايه اسره المجني عليه او شهود الاثبات في ان خالد انضرب، وبالتالي الطب الشرعي لما بيجي يشرح الجثه بيشرح على روايه واحده فقط، وهي روايه ان خالد سعيد بلع لفافه بانجو، ما بيشرحش بناء على الاصابات سواء الكدمات اللي موجوده في وشه او السحاجات اللي موجوده في رقبته او السحاجات اللي موجوده في دراعاته سواء الدراع اليمين او الشمال او اللي موجوده في الرجل، زائد انه ما عملش اشعه مقطعيه او اشعه سينيه على المخ، كان المفترض يعمل اشعه سينيه واشعه مقطعيه اللي بتؤكد اذا كان في اصابات في المخ ولا لا، كان المفترض ان هو يوزن المخ لانه عشان من وزن المخ هيعرف اذا كان حصل للمجني عليه ارتجاج من عدمه. كل الملاحظات دي ما خدش بيها التقرير المبدئي. لما جينا لتقرير اللجنه الثلاثيه في اعاده التشريح بعد كده قلنا الملاحظات دي لكبير الاطباء الشرعيين وسلمنا مذكره بالكلام ده كله ليه. كان المفترض انه يعمل اشعه سينيه، كان المفترض انه يشرح في مستشفى، ما يشرحش في المقابر، يعني في مكان للتشريح، في مكان ان انا اخد عينات في معمل عشان احطها وما تتلفش، في المفترض ان انا اعمل اشعه سينيه او مقطعيه على المخ عشان اشوف كل الكلام ده كله، لكن للاسف الشديد ده ما حصلش في تقرير اللجنه الثلاثيه. ثانيا، ودي نقطه مهمه جدا، روايه المخبرين بتقول ان خالد سعيد فور ما ابتلع لفافه البانجو اختنق ثم مات، في حين ان ال 13 شاهد اثبات اللي في الواقعه بيقولوا ان خالد سعيد ما بلعش لفافه بانجو،
ان خالد سعيد بعد ما انضرب فضل 40 دقيقة بينضرب، سواء قدام السايبر مكان الضرب او انتقال مكان الضرب لقدام باب العمارة، وده اللي اكده صاحب السايبر. 40 دقيقة؟ 40 دقيقة بالظبط، ضرب متواصل بعد ما هجموا عليه المغبرين داخل السايبر. قاموا بلكمه الاول من الناحية اليمنى ثم الناحية اليسرى، ثم بعد كده وقعوه على الارض، وبعد كده انهالوا عليه بالضرب بالرجول، بعد كده سحبوه على باب العمارة. بعد ما سحبوه على باب العمارة رطموا راسه بباب العمارة، لدرجة ان في سيخ النيابة العامة حرزت السيخ اللي موجود في باب العمارة. ده دليل على وجود ارتطام رأس خالد سعيد الضحية بسيخ من باب العمارة، وده اللي أكده أقوال الشهود وأكدته معينة النيابة حسب ما جيت متطابق مع أقوال شهود الإثبات. دي نقط كلها فنية ما ردش علينا الطب الشرعي فيها. ثانيا، نقطة جوهرية أخرى، بعد ما القتيل مات جه الرائد أحمد عثمان معاون مباحث سيدي جابر، خد القتيل للحظة ربع ساعة ورجعه تاني لمكان الجريمة. في سؤال بيفرض نفسه، عمل فيه إيه في خلال الربع ساعة؟ هل حط في بقه لفافة بانجو؟ ما ردش علينا الطبيب الشرعي واحنا بنناقشه، هل يمكن ادخال لفافة البانجو لبني ادم وهو ميت؟ ما ردش على هذا السؤال. هل يمكن ادخال لفافة بانجو او ابتلاع لفافة بانجو ويموت بعدها ب 40 دقيقة؟ طب هل انسان بالعقل والمنطق يبتلع لفافة بانجو ويفضل ينضرب لمدة 40 دقيقة ويفضل يتكلم يقول سيبوني حموت حرام عليكم؟ وبالتالي فكل كلام الطب الشرعي، الطب الشرعي علم المنطق، علم طبي بيفترض ان هو بيربط ما بين القانون وما بين علم الطب. المفترض لما يرد على الروايات اللي هي جت في مذكره النيابه، سواء روايه الداخليه او روايه اسره المجني عليهم، يرد باسانيد فنيه، ما ردش علينا في الاسئله دي كلها. بس هو اكد ان الوفاه حدثت بسبب الاختناق، وده بيعيد كلام الشرطه ان هو بلع البانجو فاختنق فمات. ما ردش علينا في السؤال اللي انا بكرره تاني، هل ابتلع هل يمكن لانسان ان هو يبتلع لفافه البانجو وهو حي ويموت بعدها بقد ايه؟ ولو بلعها وهو حي الفترة الزمنية اللي يفضل مختنق فيها قد ايه؟ مفيش نبض. الشهود لما شافوه في مكان الجريمة وراحوا شاهدوا في النيابة قالوا ان احنا شفنا انسان بينضرب على مراحل متتالية، كل مرحلة ليها وسائل الضرب بتاعتها. اخر مرحلة انضرب فيها كانت عبارة عن مرحلة الموت، لدرجة ان هو فارق النبض، وكان احد الاطباء ماشي في الشارع وشاهد بالكلام ده كله وراح النيابة قال انا لما شفت خالد سعيد مفارق النبض زعقت في المخبرين وقلت لهم حرام عليكم انتوا بتضربوا في ميت. بعد كده جه الرائد احمد عثمان وخدوا لفتره ربع ساعه، وبعد كده رجعوا تاني لمكان الجريمه. السؤال اللي بيفرض نفسه، عملوا في ايه خالد سعيد؟ ثانيا، في الطب الشرعي من المتعارف عليه في الطب الشرعي ان اي تشريح للجثه بيتم من هنا. ايه اللي هيخلي الطب الشرعي يشرح من هنا او يعمل اصابات هنا؟ ايه علاقه الفك بالطب الشرعي؟ ايه رايك في انهم قالوا انه وجدوا المخدر اللي هو ترامادول في احشاء خالد سعيد كمان؟ ده بياكد ان في شبهه ريبه وشك في تقرير الطبيب الشرعي لما يتمسك بروايه ان واحد خد ترامادول خد حشيش. ايه علاقه الترامادول والحشيش بواقعه الضرب الاساسيه؟ ايه علاقتها؟ احنا في اصابات موجوده في بياكد ان ده واحد بيتعاطى مخدرات وبالتالي مش غريب ان هو ياخد بانجو. لا، ده روايه الطب الشرعي تعدت حدودها، يعني النيابه العامه ما قالتلوش شوف لنا هو بياخد ترامادول ولا حشيش ولا بانجو، هو شوف لنا الراجل ده مات ازاي. فالمفروض ان هو يوصف الاصابات ديت وكيفيه حدوثها. هل ممكن حدوثها نتيجه الضرب؟ هل يمكن حدوثها نتيجه السقوط على الارض؟ هل يمكن حدوثها نتيجه اداه؟ ده دور الطب الشرعي، مش دور الطب الشرعي ان هو يقول لي انه كان مسجل خطر، ان الشرطه لما كانت بتضربه حاولت السيطره عليه فضربوه. ده مش دور الطب الشرعي على الاطلاق. بيقول ان الصورة نفسها مش صورة خالد سعيد، هل ممكن يحصل تغيير في الصورة مثلا؟ يعني لما أسرة المجني عليه تروح المشرحة ويمنحها المقدم عماد عبد الظاهر انها تخش المشرحة، وبعد كده ياخدوه على الاسم عشان يواجهوه بثلاث مسجلين خطأ ويقولوا ده اخوك بلع لفافة البانجو، وبعد كده يروح المشرحة يصور اخوه، لان طبعا مش هيخش المشرحة غير حد من اهليته، لان هو اللي بيستلم الجثة وهو اللي بيقف على تشريحها وهو اللي بتاخد اقواله في النيابة. وبناء عليه لما تم تصوير الصور، تم تصوير الصور قبل التشريح، تم تصوير الصور ورفعها على النت قبل التشريح، قبل صدور قرار النيابة حتى بإجراء التشريح. طيب انت كمحامي هل في امل انه فعلا يحصل ادانة للمخبرين بقتل خالد سعيد حسب القضية والورق اللي قدامك؟ حاليا حسب ما هو موجود في الاوراق احنا بنقول وبنؤكد
ان الادله ضد اي متهم مجموعه ادله. الادله دي عباره عن دليل فني متمثل في تقرير الطب الشرعي، دليل اثبات متمثل في اقوال الشهود، دليل اثبات اخر متمثل في معاينه النيابه المسرح الجريمه، ادله اثبات اخرى. وبالتالي فاحنا بنأكد ان تقرير الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي زيه زي باقي الادله، رغم ان هو تقرير جوهري لكن يمكن الطعن عليه. واحنا فعلا هنقدم تقرير استشاري من كبار اساتذه الجامعات في الطب الشرعي يفند هذا التقرير بالنقاط الفنيه اللي ما خدش بيها التقرير المبدئي واللي ما خدش بيها التقرير اللجنه الثلاثيه. اي تغيير في سير التحقيقات من تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى تهمه استعمال القسوه اللي عقوبتها الغرامه 200 جنيه احنا هنقف ضده وهناكد الاتهام، سواء باقوال اسره المجني عليه او باقوال الشهود الاثبات وباقي ادله الاثبات. طب ليه في رايك لم يتم وقف المتهمين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات؟ ده منهج وزاره الداخليه في التعامل مع قضايا التعذيب. دايما تتعالى، دايما تعاند بدون مبرر، دايما تدافع بحجج واهيه ومزاعم واهيه، دايما تدافع ببيانات مليئه بالاكاذيب والتلفيق ضد الضحايا. وده اللي ثبت في اول بيان لوزاره الداخليه. اول بيان لوزاره الداخليه طلع يوم 12/6، قالت ان خالد سعيد مات باسفكسيا الخنق حسب ما جه في تقرير الطبيب الشرعي. انا كمحامي حاضر التحقيقات فوجئت ان تقرير الطبيب الشرعي ورد بتاريخ 14/6. وبالتالي تقرير الطبيب الشرعي بيورد لمين الاول؟ للنيابه العامه ولا وزاره الداخليه؟ وبالتالي السؤال اللي بيفرض نفسه انا هو، لو تقرير الطبيب الشرعي ورد لوزاره الداخليه الاول، هل هناك داعي للشك والريبه؟ نعم، داعي للشك والريبه. عندما تعلن وزاره الداخليه قبل النيابه العامه سلطه التحقيق وتستبق التحقيقات بنتائج هي عارفاها مسبقا، يبقى في تدخل اكيد حصل من وزارة الداخلية ممثلة في السلطة التنفيذية في تقرير الطبيب الشرعي الأولاني، وده اللي أكدناه لما جه الدكتور السباعي وقدمنا له الملاحظات دي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، فيما جاء ببيانات وزارة الداخلية في محاكمة المخبرين أو التحقيق معاهم، كان المفترض إن في وقعة جنائية وهذه الوقعة متهم فيها 2 مخبرين في منطقة كليوباترا بيلفوا على الشهود الإثبات ويقولوا لهم ما تروحوش تشهدوا، اللي صور بالموبايلات يكسروا كارتة الميموري اللي في الموبايل معاه، بيضغطوا على الشهود اللي راحوا روحوا غيروا اقوالكم. كان يستدعي من وزارة الداخلية انها تطلع بيان بالتحقيق او على الاقل توقفهم مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات، مش يظلوا مستمرين يتجولوا في منطقة كليوباترا ويتم الضغط عليهم من الشهود. طيب انت تتهم دلوقتي الطب الشرعي بالتواطؤ مع وزارة الداخلية في القضية دي؟ احنا اتهمنا فعلا الطب الشرعي، الكلام ده في النيابة، وقدمنا مذكرة بالطعن على التقرير المبدئي. ايه سبب التواطؤ ده؟ هذا التواطؤ متمثل في ان هو ما خدش برواية المجني عليهم. الدافع له يعني؟ الدافع ليه؟ أنا كإنسان بطالب بحقي عن طريق قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية قال النيابة العامة لما تودي اي جثه للطب الشرعي بتقول لها كل العلاقه ما بين الجثه دي، ما تودلهاش روايه واحده، ما تودلهاش روايه وزاره الداخليه، بتودلها روايه الاسره المجني عليه، تجيب سيره ان المخبرين ضربوه، تجيب سيره ان في سحاجات، ان في كدمات، ان في كسر في الراس، ان في سحاجات في الرجليه. انما النيابه العامه الجزئيه ما تجيبش سيره للكلام ده كله في مذكره الطب الشرعي، يبقى الطب الشرعي حقق بناء على روايه واحده، وده اللي قلناه في النيابه. لما جت اللجنه الثلاثيه بعتنا بقى الروايتين مدعمة بالشهود الجدد اللي راحوا في النيابة. ومع ذلك قلنا للدكتور السباعي كبير الأطباء الشرعيين، يا دكتور سباعي أنت بتشرح جثة دلوقتي استخرجت من المقابر بعد أسبوع من وفاتها ودفنها، وبالتالي في إجراءات فنية تعارف عليها الطب الشرعي إن هو لما تطلع جثة من المقابر أول شيء بتعمل أشعة سينية ومقطعية على الرأس، بتشوف إذا كانت الرأس دي فيها جروح أو إصابات أو ارتطامات أو حصل ارتجاج في المخ، ده ما حصلش. ثانياً، ودي النقطة المبدئية ألف به طب شرعي، لما أجي أشرح جثة المفترض إن أنا أنتقل بهذه الجثة إلى مستشفى، أقرب مستشفى أشرحها فيه، ما أشرحش على منضدة في المقابر عشان أخد العينات بتاعة التحليل. النقطة الثالثة ودي المهمة، أكد جميع الأطباء الشرعيين أن أي عامل كيميائي موجود في الجسم لا يظل في الجسم فترة 10 أيام، ولا يوجد أيضا ما يدعى في تقرير الطب الشرعي للجنة الثلاثية ما يدعى به أيض الحشيش، لا يوجد على الإطلاق أثار، ولكن توجد حاجة اسمها المركبات الغذائية. التقرير النهائي بتاع اللجنة الثلاثية حتى هذه اللحظة ما تحطش وما تودعش،
واحنا منتظرينه. هنشوف هو شرح بناء على ايه، ايه اجراءاته، هل توصل للترامادول ازاي، ايه الوسائل العلميه اللي وصلته للترامادول، ومع الفرض الجدلي واللي احنا ما بنسلمش بيه ابدا ان هو خد ترامادول، طب الاصابات اللي حصلت فيه دي حصلت ازاي؟ ولو انت لو راجل كبير اطباء الشرعيين بتقول لي ان الاصابات دي ما ادتش الى وفاته، طب قول لي السحاجات والكدمات واقوال الشهود اللي راحت في مذكره النيابه العامه ليك ازاي تفندها او ازاي ترد عليها. الطبيب الشرعي كبير اطباء الشرعيين في اللجنه الثلاثيه لم يرد على اي ملاحظه واحده من الدفاع، ولم يرد على مذكره النديب، ولم يفند اي شيء لينا على الاطلاق، بل انه صرح قبل ما يشرح في ثلاث برامج، برنامج مصر النهارده وقناه المحور وقناه اخرى، ان هو مات نتيجه اسفكسيا الخنق، وبالتالي فهو ابدى راي مسبق قبل التشريح، وبالتالي اي شهاده او اي تقرير هيصدر من واحد كون عقيده مسبقه لا يعتد بيها. وبالتالي احنا لما هنقدم التقارير الاستشاريه، سواء التقارير اللي هتقدم من جوه اطباء من مصر، ولو استدعى الامر ان احنا هنستعين باطباء خارج مصر هنستعين بيهم، نفند كل ما جاء بتقرير الطب الشرعي، ونؤكد على اقوال شهود الاثبات، ونؤكد على ما تطابقت به توصلت اليه النيابه العامه بمعاينتها لمسرح الجريمه، وتطابقت مع اقوال شهود الاثبات، وهنؤكد تدخل وزاره الداخليه الفج في هذه القضيه، سواء من بدء التحقيقات حتى صدور تقرير اللجنه الثلاثيه. طبعا كما هو واضح أننا أمام معركة قضائية قد تمتد طويلا، وربما يكون لها أبعاد سياسية. ويعني نذكر مرة أخرى أنه تم قبل يومين فقط توقيف المخبرين المتهمين في القضية، وإن كان كما ذكرنا في البداية أن التهمة التي وجهت إليهما هي التعذيب واستخدام القسوة وليس الضرب الذي أفضى إلى الموت. طبعا تهمة القسوة هذه كما يقال يعني أن العقوبة القصوى فيها أو العقوبة يعني المتوقعة فيها 3 سنوات. إذا كان هذا سيكون يعني مرضيا أم لا سنرى. أما خالد سعيد فقد أصبح قضية وطن، هذا ما قد يخلص إليه كل من كان في الأسكندرية يوم الجمعة الماضي وشاهد كما شاهدنا الآلاف يتظاهرون تحت الشمس الحارقة من أجل الحقيقة، والمئات الذين اصطفوا على الكورنيش بملابس سوداء حدادا وهم ينظرون ناحية البحر ساعة الغروب. خالد سعيد لم يعد قضية للمصريين في الداخل فحسب، بل وفي الخارج أيضا، إذ ينظم المصريون في بريطانيا وقفة احتجاجية بالملابس السوداء مساء الجمعة المقبل في منطقة ماربل أرش بلندن، كما ينظم المصريون في واشنطن وقفة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتله. خالد سعيد أعطى بموته حياة للحراك السياسي من أجل التغيير الذي كاد يبتلعه الإحباط، وبجسده النحيل مظلة واسعة اجتمعت تحتها قوى المعارضة التي مزقتها الخلافات، وفضح بوجهه البريء الوجه القبيح للتعذيب والقهر. خالد سعيد الهادئ الفنان غير المسيس، ومن مقعده عند مليك مقتدر أنطق الآلاف من الصامتين وغير المسيسين في مصر، وأسهم في نشر ثقافة الاحتجاج السلمي والتوعية بقوة تأثيره في مواجهة نظام مدجج بنحو 2,000,000 من قوات الأمن وحالة الطوارئ التي يعتبرها البعض القاتل الحقيقي في هذه القضية. خالد سعيد ليس فقط قضية مصرية أو دولية، بل إنه أصبح قضية إنسانية. لنتابع معا هذا الاستطلاع السريع لآراء بعض المواطنين في هذه القضية. عايزة حقه يجي بسرعة، عايزة الثلاثة اللي اتشنقوا اللي اتضربوا يتشنقوا، اللي ضربوا خالد سعيد يتشنقوا، الثلاثة الوزير رئيس المباحث والاثنين المخبرين يتشنقوا عشان دمه ما يروحش هدر. حرام شاب زي دوت أخلاق وعلى خلق يتضربوا لغاية ما يموت عشان شاف كلمة حق، قال كلمة حق بيفرقوا حشيش جوه وشافه راح صورهم. ليه يضربوه لغاية ما يموت؟ ليه؟
لازم الثلاثة يتشاركوا قدام جامع سيدي جابر، يبقى قدام مكان العالم كلها لما يتضرب يعرفوا ان لنا حكومة صح. طول ما احنا ما نشهد حكومة صح عمر حد هيجيب لنا حقنا. حقنا ناخدوه بايدينا، عايزين حقنا ناخدوه بايدينا بدل ما حقنا بيروح بلاش زي اللي اتقتل في الكويت ومحدش جاب له حقه. أكان مواطن شريف وممول للدولة من حقي السلطة التنفيذية أكون في أمان، أكون في أمان. أنا مفروض مواطن شريف تحرسني مش تضرب ابني؟ المفروض السلطة التنفيذية والوزارة الداخلية ما تعتداش على حد، مهما ما يكون المواطن ده غلطان يتحاسب، يتحاسب هو الأسباب إيه؟ بدون وجع حق يتضرب، من حقه اتنين مخبرين يضربوه ويعتدوا عليه في الشارع ويضربوه لغاية قد الوفاة. وإزاي ده؟ إزاي المواطن ده حط في بقه بانجو، حط في بقه بانجو واتمسك ويتعرض على يتعرض على على الطب ضيعة واحدة بعد إذنك، حتى لو هو حط اثبت إدانته والمتهم اللي بيجروا عليه يتمسكوا الاتنين. إذا كان ده خد ظابط يثبت الواقعة بالأدب مش بالاعتداء، يثبت إيه واتعمل في ده هيتعمل فينا كلها. وقبل كده اتعمل فيا، وقبل كده مسكت ظابط اتعمل له أموال عامة على يد السيد اللواء محمد عباس والسيد مبروك هند، وعن طريق السيد مفتش الداخلية اترفض العقيد علاء كاظم باستغلال السلطة. وبعدين نزلت الصورة على الفيسبوك، ف الصورة لما نزلت على الفيسبوك في يوم الحادثة بالظبط أنا عرفته، قلت لبنتي أنا أعرفه، ده أنا أعرفه حقيقي، شعره طويل وهو كان يعني شعره كان طويل جدا كده وأبيض وأسنانه كده مرتبة وحلو، أعرفه شخصيا صراحة. فأول ما نزلت الصورة نزلت على البحر من عند بيتي، أنا ساكنة في السلي على البحر، نزلت على البحر في كليوباترا. أول خبر جالي للأمانة والله بجد وحياة ربنا ما أكذب أبدا، ولا أنا متحيزة لأي حد خالص ولا في أي عداوة بيني وبين أي حد خالص، إن أول خبر جالي إن اتنين مخبرين طلعوه من السايبر وخدوه على العمارة اللي جنبه والعمارة الترابزين الحديد والرخام ضربوه، فالجمجمة أول حاجة قالوا لي إنها كسرت، ده شهادة من الناس على طول في نفس اليوم. تقولي لي انت اللي شفتيه يعني لما خالد بيجي عندك في المحل زي شاب يعني لا شاب محترم زي ما قال عمه الدكتور علي ان هو فعلا هادي جدا ما بيعرفش يتكلم حتى ما يعرفش يدافع عن نفسه، يعني انا ما اعتقدش ان هو عارف يفلص منهم او يرد عليهم، شاب هادي جدا. ازيك يا طنط، عامله ايه يا طنط، ازي حضرتك، عايز كذا ياخد الحاجه ويمشي، عمره لا شاغب معايا ولا عمره طول لسانه معايا ولا عمره حاجه، هادي جدا يعني هو الولد هادي، وتحس بيني ابن ناس يعني ولد متعلم وابن ناس صراحه. فانا لما شفته طب حضرتك اوكي الجمجمه مكسوره، يعني هو كان المفروض يتعمل اشعه مقطعيه والاسنان اللي متكسره دي، فين شعره؟ يعني انا اول وهله انا عارفه خالد شعره كان طويل لحد هنا، طب فين الشعر المتقطع ده كله؟ يعني فين ده كله؟ فين التشريح؟ فين الدكاتره؟ فين دي اول حاجه. طيب المحافظ بتاعنا فين؟ فين المحافظ عادل لبيب في الموقف ده؟ فين المحافظ؟ قضية خالد سعيد لن تنتهي قريبا، وكما قلنا أنها ربما تصبح قضية إنسانية قبل أن تكون قضية مصرية أو حتى دولية، تتدخل الآن فيها دول ومنظمات دولية. وبالتأكيد فإن هذا البرنامج سيتابعها معكم مهما حدث. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. طبعا نريد ان نعرض راي يعني الجانب الاخر، نحن استمعنا الى محمد عبد العزيز اللي هو محامي الدفاع،
ما قاله كبير أطباء الشرعيين الدكتور السباعي، طبعا هو أكد أن فعلا وجدوا علامات في جثمان خالد سعيد تؤكد أنه ابتلع لفافة البنجو، وأن إسفيكسيا الخنق هي السبب المباشر في الوفاة، وأنهم لم يجدوا أي سبب آخر. هو لم يرد في كل تصريحاته على ما سمعنا من أسئلة من محمد عبد العزيز، يعني هذه الكدمات والسجحات وحتى ما زعم أنه كسر في الجمجمة، لم يعلق عليه أبدا. طبعا إذا كان حدث كسر في الجمجمة فليس يعني أمر لا يتطلب طبيب يعني لنعرف أنه كان السبب في الوفاة. عموما عم خالد سعيد الدكتور علي قاسم صرح بالأمس يعني أنه يعني من حقهم أن من حق العائلة حسب القانون المصري من حق العائلة أن تستعين بأطباء أجانب لتشريح الجثة ليعني حسم هذه القضية الخلافية الخاصة بالطب الشرعي. والموضوع طبعا عندما يذهب إلى المحكمة، المحكمة عندها الصلاحيات الكاملة يعني تقبل بما تشاء من أدلة وأيضا تسقط ما تشاء من أدلة، وبالتالي الموضوع ما زال مفتوحا يعني من الناحية القانونية على الأقل. من الناحية السياسية طبعا أيضا نعرض وجهة نظر النظام دون أن نتبنى يعني أي وجهة نظر بعينها. النظام يقول أن ما حدث طبعا هو دليل على أنه في مؤسسات، وأنه بعد أن استكملت التحقيقات تم توجيه الاتهام إلى الشخصين المعنيين، ويرفض تماما أي صلة بين بيان الاتحاد الأوروبي الذي طبعا ندد وأعرب عن القلق بسبب خالد سعيد وصدور قرار النيابة بتوجيه الاتهام، رغم أن قرار الاتهام كما قلنا يعني جاء بعد يمكن ساعات قليلة من بيان الاتحاد الأوروبي. طبعا كمان غير أوروبا في الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية له تصريحات قوية جدا اليوم يعني يتحدث فيها عن حالة غليان في مصر، وأيضا يتحدث عن أن الانتخابات المقبلة التي ستشهدها مصر العام الحالي والعام المقبل، انتخابات تشريعية والرئاسية، ستكون حرجة حسب تعبيره. طبعا الخارجية الأمريكية كانت أعربت في الماضي عن قلقها بشأن هذه القضية، وطبعا ولوحظ أن يعني لم يتم استدعاء السفير الأمريكي احتجاجا على هذه التصريحات كما استدعت الخارجية المصرية سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على البيان الأوروبي. وكان هذا موضع سؤال يعني أحد النواب لاحظ هذا وسأل وطلب، حتى هو النائب حمدي حسن، وطلب إجابة مكتوبة من السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ولكن لم يعني يصله شيء حتى الآن. عموما موضوع التدويل يعني احنا سنفتح الخطوط في الجزء الاخير من البرنامج، ونريد ان نعرف رايكم يعني ان كان كما تقول الحكومه المصريه ان بيان الاوروبي او الامريكي هذا تدخل مرفوض في الشؤون المصريه لان خالد سعيد هو قضيه تخص مصر، ام انها كما قال عمه ان يعني هذه البيانات تعبر عن تعاطف انساني اساسا مع القضيه، وانه في عالم اليوم يعني لم يعني القضايا الانسانيه اصبحت تهم او اللي فيها بعد انساني اصبحت تهم العالم كله. هذا طبعا كله يعني طبعا ورايكم فيما قاله المحامي عبد العزيز وما قاله كبير الاطباء الشرعيين، كل هذا نريد ان نعرفه عندما نفتح الخطوط في الجزء الثالث من البرنامج. ولكن الان اترككم مع هذا اللقاء المهم والذي استمتعت به شخصيا مع جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، وتحدثنا فيه عن قضايا عديدة منها خالد سعيد، وأيضا ما يحدث في الجمعية الوطنية وعلاقتها بالإخوان والبرادعي والأحزاب، وحتى قضية الأقباط وموضوع الزواج الثاني. فلنتابع معا. أنا شايف أنه النهاردة نقطة تحول في تاريخ المعارضة المصرية، ده تقديري لغاية دلوقتي، انه كان هناك كلام كتير قوي على انه في خلافات وفي ناس مش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل. وانا كان عندي حدث كده
ان لو حصل حدث كبير في مصر هتتجمع المعارضه. وهو ده الحدث الكبير. وهو ده الحدث الكبير. النهارده كان نموذج لتجمع الوطنيين الحركه الوطنيه كلها حول هدف واحد. نحن ضد التعذيب بكل اشكاله. ها؟ والمشهد اللي انت شفته ان قوى المعارضه الفاعله في المقدمه كده والدكتور البرادعي نازل معاهم كده في الخلفيه. هذا الكلام كلام من اخطر ما خلق ربنا وجديد على الساحه المصريه، ونتمنى ان هو يستمر ويتنامى، وان احنا انا بقول ان انا بتعهد ان انا مش هتحرك الا من خلال القوى الوطنيه كلها. ما فيش حد يقدر يتحرك لوحده ولا يعمل حاجه لوحده. لا الاخوان لوحدهم ولا الكفايه لوحدها ولا الغد لوحده ولا بتاع لوحده، ما فيش حد ابدا هيقدر يعمل هذا التغيير اللي احنا بنتكلم عنه الا كلنا مع بعض. هذا النظام نظام مستبد، نظام فيه اجرام واضح، فيه قتل للمواطنين. هذا الكلام يجب ان احنا نتصدى له ونوقفه، لان افرض انت هتقعد تسمح لهذه الانتهاكات الشعب المصري ما يستاهلش ده. ليه؟ عشان ايه؟ نحن يجب ان نحافظ على كرامتنا يا راجل. احنا واقفين قدام مجلس الشعب عشان نحتج على ما حدث في انتخابات الشورى، يعني نقابل بعنف ونقابل بمنع من التظاهر ونقابل؟ مش معقول هذا الكلام، مش ممكن. في نواب من المجلس متاخرين، كان في نواب من المجلس وطلع احد النواب، انا اتمنعت انا وكريم عشان نخش هذه التظاهره، فطلع احد اعضاء المجلس عشان سوري عشان يساعدنا في الدخول، ما قدرش. تعسف وشراسه ومواجهه بايخه، ويعني يعني انا مش هستحمل ده بقى كتير يعني. النهارده يعني في ناس لاحظوا ان زي ما حضرتك قلت انه كان في ممثلين يعني القوى السياسيه الاساسيه، ولكن عدد الحضور يمكن ما كان 300 شخص او اكثر او اقل. هذه التظاهره؟ اه التظاهره دي ما كانش فيها اقل من 3000. ده تقديري. النهارده؟ طبعا. وكان يعني في 1000 واقفين بره مش عارفين يخشوا. ازاي بقى؟ لا ده كان النهارده عدد مهول. لا لا يعني في ناس قالوا ان هم عدة مئات. لا 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 مش عدة مئات. فانه لا لا. يعني انه يعني كبار قيادات المعارضه ما تجيبش غير هذا العدد. يعني ربما ناس شافوا ان ده نوع من انه يظهر ضعف المعارضه. بالعكس بالعكس، النهارده كان الوجود هايل والناس خرجت. الناس خرجت بشكل جيد وتفاعلت، ويعني انا كنت موجود الجمعه اللي فاتت قدام مسجد القائد ابراهيم، كان العدد اقل من ده بكتير خالص. النهارده العدد هايل، يعني العدد كان مهول. طيب بالنسبه للجمعيه الوطنيه التغيير في ذلك، طبعا احد القيادين فيها، يعني هناك ما يرى ان في مشكله بين الدكتور البرادعي يعني والقياده الجمعيه، هناك من يقول ان العلاقه يعني تقريبا شبه مقطوعه. لا ده كلام غير صحيح، بدليل ان النهارده احنا عارفين ان هو جاي عشان قضيه التعذيب، فتضامننا كلنا وجينا وراه. لو كان هناك خلاف او لو كان هناك يعني شبهه مقاطعه ما كناش جينا. احنا كلنا جايين عشان نسانده وهو يساندنا في سبيل القضاء على مساله التعذيب. وهناك ما يرى ان الجمعيه فشلت في موضوع التوقيعات، يعني الدكتور نفسه بدا محبطا عندما قال يعني انه يعني بس 70,000 لغايه دلوقتي، وان احنا كنا متوقعين اكبر من كده، ويبدو انه يعني العدد مش هيزيد كتير خلال الفتره. لا انا موافق انه الاعداد التي وقعت اعداد قليله، يعني 70,000 ده مش عدد، ولكن فوجئنا بانه في لقائه مع المحامين اللي هم المحامين لتأييد البرادعي انه جابوا له 3200 توقيع فجأة. فأنا شايف ان تفعيل ده واستمراره، نحن عندنا خطة محترمة للنزول الى النجوع والى القرى والى، لان الناس يعني مش يعني ما عندهاش وعي سياسي، ما عندهاش اهتمام قوي بالسياسة. ها؟ فاحنا بنحاول من خلال ان هو يوقع، ان هو يشوف الدنيا فيها ايه، او نشرح يعني له. هل الكلام عن مليون توقيع شيء واقعي؟ والله انا يعني مثلا في وعد من جماعه الاخوان انهم يدوا تعليماتهم لقوادرهم انهم يوقعوا، ولم يوقعوا الى الان. نحن منتظرين. لانه ما يصح ما اعرفش انا يعني. طبعا انا اذا كانوا هم وعدوا ضروري يبقوا صادقين ويقولوا
يوجهوا قواعدهم للتطبيق. وهل لو نسبه جماعه الاخوان وجامعه التوقعات تفتكر ممكن يوصلوا لعدد المليون؟ لا انا بس بقول انه العدد هيزيد، مش هيوصلوا المليون لكن العدد هيزيد. لكن مش هيوصل للمليون ولا ايه رايك؟ انا مش يعني مش متوقع قوي المليون ده، لانه يا عمنا انت بتتكلم على ناس مقطع السياسه بقى لها 50 سنه ما كانش لهم دور سياسي، فجاه بتقول له تعالى شارك، تاخد وقت او ان تاخد جهد، او ان السبب كما يرى البعض يعني ان في خطا اساسي حصل لما سبع مطالب تمت صياغتهم، يعني كلهم كانوا لهم علاقه بالغاء القوارب وضمانات مزاد الانتخابات. يمكن حضرتك طبعا يعني من اكثر الناس اللي يقدروا يتكلموا عن يعني الحركات الشعبيه في مصر، حضرتك مؤسس لحركه كفايه وخمس سنين دلوقتي وانت يعني يوميا في العمل العام، هناك ما يرى ان المطالب السبعه كان يجب ان تلمس احتياجات المواطن المباشره، ما نتكلموش عن انتخابات الدستور وهو يمكن لا يهتم اصلا لا بالانتخابات ولا بالدستور. عندك حق، احنا ما اشتغلناش كما يجب، يعني غير اعترف واقول ان احنا ما عملناش الواجب المفروض ان احنا نعمله بشكل متواتر بشكل جيد. ها فاحنا بنقول انه المرحله القادمه هتبقى مرحله التفعيل، مرحله انك انت تفضل يعني تتابع هذه المساله بانك انت تنزل للقرى وتقول للناس. اولا الناس هذا النظام بيلعب على حاجتين، بيلعب على حكايه الفقر والخوف، فانت عايز يعني احنا كسرنا ثقافه الخوف الى حد ما من سنه 2005 لغايه دلوقتي، لكن مساله بقى الفقر دي عايزه معالجه شديده، وعايز تقول للناس انت السبب في فقرك، ليه انت بتعاني من هذه المعضله، ضروري الناس تفهم، ما تقدرش تيجي على 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 مطالب سياسيه فقط، ضروري تقعد على مقالب معيشيه. تمام طيب. ولكن اذا كان الجمعيه مثلا لغايه دلوقتي ليس لها مقر واضح، ليس لها هيكل تنظيمي، ليس لها منهج واضح في العمل، ازاي ان ممكن تنجح؟ يعني انتوا اتكلمتوا فتره معينه عن تاخدوا مقر في وسط القاهره وما حصلش الكلام ده. احنا ما نقدرش ناخد مقرات ثابته، احنا دلوقتي في حزبين بيسمحوا لنا بان احنا نتواجد في مقرهم، حزب الغد وحزب الجبهه، وبنعمل اجتماعاتنا في المحافظات فيها، وبنجمع التوقعات وبتصب عندهم فيها. ولكن انت عايز تقول انه الهيكل التنظيمي، انا شخصيا مع احترامي وتقديري لانه يبقى في هيكل تنظيمي انا مش مع ده قوي، لان دي حركه شعبيه. بس زي يعني لو دخلتها في اطر جامده هتبقى المساله مش كويسه. انا رايي انه يبقى في اطار تنظيمي مرن، وان المبادرات الشخصيه يجب انها تبقى موجوده، كل الحاجات دي ضروري تبقى موجوده بحيث ان احنا بيعتبروه نوع من الفوضى. يعني لا مش فوضى، لا الفوضى حاجه والاطار التنظيمي حاجه ثانيه. انا مش حزب سياسي، انا طب ليه ما خدتوش مقر في وسط البلد؟ لانه يعني بنحاول دلوقتي يعني احنا بقالنا دلوقتي هل الناحيه الماديه كان لها؟ طبعا نحن بنعتمد على في تمويل هذه الجمعيه على المصادر الداخليه مش من اي مصدر. الدكتور محمد البرادعي رفض ان يساهم في ايجار مثلا مقر؟ لا هو بيساهم بصراحه ماديا، بيساهم بكل اللي بيقدر عليه بيساهم بيه. ها لكن انت مفروض انه يعني انه هو قال انتوا ناس كويسين يا سيدي، هو قال انه ان هو عاوز يسيب الجمعية تشتغل كما تشاء، وهو له خط تاني، يجب ان احنا نقبل ده. فاحنا بنتفاوض دلوقتي مع اعضاء الجمعية ان احنا ناخد مقر ويبقى لنا اطار تنظيمي مرن، وانه كده يعني بنحاول قدر ما، لان احنا ما بقالناش غير 3 اجتماعات بننظم صفوفنا دلوقتي، احنا بقالناش كتير. صحيح احنا ابتدينا في فبراير، لكن بشكل مستقل عن دكتور البرادعي احنا بقالنا 3 اجتماعات دلوقتي. الاول فضينا الاشتباك الاولاني برجوع الدكتور حسن يبقى منسق وحمدي انديل يبقى متحدث رسمي، المرحله الثانيه كنا بنحط رؤيه للمستقبل، المرحله الثالثه بنعمل برنامج. احنا في لجنه العمل الجماهيري قررنا ان احنا نعمل لقاء مره في الزقازيق عملناه امبارح، وفي المحله يوم 2 يوليو، يعني عاملين خطه للانتقال الى المحافظات وان احنا نعمل فاعليه في المراكز المختلفه. طب ايه طبيعه يعني بالتحديد ايه طبيعه دور دكتور البرادعي في الجمعيه؟ دكتور البرادعي رمز للتغيير. هو قال انا لست مخلصا ولست زعيما ولست بطلا، انا فكره التغيير، وانا معجب بالحكايه دي قوي. يعني ليس رئيسا وليس لا 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 لا, لا, لا هو راعيا يعني هو راعيا ورمز. يعني ما يصدر عن الجمعيه يعبر عن رايه؟ لا ما يعبرش عن رايه، ولكن هو موافق لان هو اداهم الاستقلاليه.
فاي حاجه هيعملوها. ايوه الجمعيه لا تعبر عن رايي. لا ما هو هو سايب هو هو راجل مرن يعني عايز يبقى فيه مرونه في الحركه. طب ليه ما تعبرش عن رايه؟ يعني ايه الاراء اللي هي ممكن هو يتحفظ عليها؟ هل مثلا موضوع اسرائيل مثلا لا على غزه مثلا هو مش عايز يزعل الناس في الغرب؟ لا 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 ده موضوع انا بقول دايما ان البرادعي ده ملوش غير عدوين من اخطر ما يكون ولا يطقوش اسمه حتى، امريكا واسرائيل، لان هو له موقف محدد وفي امريكا مرضوش يجددوا له، وفي اسرائيل طبعا عندهم موقف معادي منه. فهو طبعا موقفه من اسرائيل واضح ان هو ضد اسرائيل، وهو مع المقاومه بتاعت الفلسطينيين. هو مره بيصرح تصريحات من هذا القبيل، ولما تيجي المناسبه وكان هو مع يعني طلع بيان على ضرب سفينه الحريه، يعني هو في الاحداث ممكن تحفظ عند على احد البيانات اللي صادرت على الجمعيه، لانه ما حدش يقدر يعمل بيان ويقول ده بتاعه، فما ينفعش هذا يعني. لكن هو لما يطلع التصريح يطلعه هو بنفسه. طب هل انتم كقياديين في الجمعيه عندكم صله اتصال مباشره مع الدكتور بلال؟ طبعا لن تنقطع الصله، لن تنقطع، بدليل ان احنا جينا النهارده وكان معايا الدكتور شخصي. طبعا طول الوقت انا شخصيا طول النهار بتصل بيه، طول النهار الدكتور غنيم بيتصل بيه. طبعا ما نقدرش نقاطعه ازاي يعني. هذا رمز القياديين. من قال انه يعني لا يوجد اتصال مباشر؟ لا مش صحيح. وده ان هو راجل يعني متحفظ ومنعزل عن قياده الجمعيه؟ لا مش صحيح. احنا بنتواصل، انا والدكتور غنيم بنتواصل معاه، والجمعيه تعلم هذا جيدا، والجمعيه مرحبه بهذا، لانه يجب ان يكون هناك تواصل بيننا وبين هذا الرجل العظيم. طيب يعني بالنسبة لمستقبل هذه الجمعية، أنت كنت واقعي وقلت ربما إحنا لن نصل إلى 1,000,000 توقيع، والدكتور البرادعي اشترط أن يكون هناك 1,000,000 على الأقل حتى يعني يقود الجمعية ويقود التغيير. معنى هذا الكلام أنه لن يكون هناك تغيير. أستاذ أنت تحاول، إحنا طول الوقت نحاول، وضروري يبقى عندك خيال سياسي. الخيال الرجل السياسي اللي ما عندوش خيال سياسي ما يبقى سياسي حقيقي. نحن عندنا خيال سياسي، نغير اختيارات. ما احنا واحنا بنشتغل يا استاذ خالد، احنا واحنا بنشتغل بنطور وبنغير وبنقبل النقد وبنقبل تغيير المنهج وبنقبل حاجات كثيره جدا كانت ثوابت. يعني مثلا اضرب لك مثلا، الدكتور البلاعي كان يستقبل مناصرينه في بيته، غير هذا المنهج بقى، ينزل للناس، نزل لليساريين ونزل للإخوان ونزل للجبهة، نزل لكل الناس، واخد بالك ازاي؟ الحاجة الثانية انه النهاردة وقفته في وسط الناس دي تغير جديد، لانه قال انا مش هنزل غير لما يبقى فيه. طبعا اول وقفة احتجاجية يمكن يشارك فيها. بالظبط كده، وهذا انجاز طيب يعني. استاذ جورج اهلا بيك مره ثانيه. يعني يبدو ان علاقتك صعبه حاليا مع حركه كفايه. اطلاقا انا علاقتي لن تنقطع بحركه كفايه، وانا عضو حركه كفايه، وانا احد المؤسسين، ولن انقطع عن هذا اطلاقا. ولكن انا مش جوه الاطار التنظيمي، يعني انا بعيد شويه عن الاطار التنظيمي. في ناس ثانيه يجمدوا عضويتك زي ما بيقولوا؟ محدش يقدر يجمد عضويتي، ده كلام هراء، وهم قالوا هذا الكلام. ممكن تسالهم يعني مفيش حاجه اسمها تجميد عدويته. ايه هذه حركه مفتوحه. ايه سبب المشكله يعني؟ سبب المشكله انهم فهموا غلط. يعني انا لما رحت الولايات المتحده الامريكيه لم اقابل الاداره الامريكيه، لم اقابل احد من منظمات المجتمع المدني، رغم انه الناس بتوع المجتمع المدني دول في نفس الخندق بتاعي بيدافعوا عن قضايا مصر. انا حضرت في نورث كارولاينا، كان في احتفال في احد اللوكالات بيحتفلوا بفلسطين، يعني في ناس مهمين، وذلك رفضت. انا لم التقي الا بالمصريين، اولادنا واخواتنا، محدش يقدر يعترض. وانا بقول طول الوقت ان انا سوف استقوي بالمصريين في الداخل وفي الخارج، ومحدش يقدر ابدا يزايد عليا في القصه دي. المصريين عندنا 8,000,000 مصري في الخارج عايز يبقى لهم حق التصويت. دول لو خدوا حق التصويت يقلبوا الترابيزه على الدنيا كلها. طب احنا هنسالك على موضوع المصريين في الخارج، ولكن حركه كفايه اصدرت او بعض الناس حركه كفايه اصدروا بيان، وحضرتك كنت في امريكا، وقالوا ان ده استقواء بالخارج ونوع من العماله يعني عايزك يعني ايه مسبب المشكله بين كفايه والجمعيه؟ ده جهل وطيق افق، واللي مضى على هذا البيان ناس عاديين. عبد الحليم قنديل موجود اهو، قال انا ما وقعتش على هذا البيان. يعني ناس من بره كده. بس في قياديين، في يعني الدكتور يحيى العزاز وقع. انا ما اعرفوش يحيى العزاز ده، ما اعرفوش. واحد من القياديين في الكفاية. والله انت تدعي هذا وانا اقول ان هو لا، يعني ما اعرفش. لكن الفكره
انه 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 المنسق اللي عمل حاجه كفايه قال انا ما مرضتش على هذا الكلام. بس ما لا يمكن انكاره هو ان في مشكله بين كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير، ليه؟ والله هو عبد الحليم طلب ان هو يقابل الدكتور برادعي، والدكتور برادعي حدد له ميعاد يقابله، بس عبد الحليم قال ان قرار اللجنه التنسيقيه ان انا كنا نروح مجموعه وهو طلبني لوحدي، ما اعرفش يعني ده ممكن تساله فيها شخصيه. لا 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 لا، عبد الحليم ده على فكره يعني راجل امير الامراء، بس يعني اللي حواليه صعب شويه. يعني هل السبب ان حركه كفايه حست ان الجمعيه الوطنيه للتغيير سحبت البساط وسرقت الاضواء منها، وبالتالي ان دول ناس جاي واحد جاي من بره وهيسرق الاضواء مننا واحنا بنشتغل بقى لنا 5 سنين وحاجات كده؟ حركه كفايه ادت دورها تماما بشكل هايل وفتحت الابواب واصبحت جزء من الحركه الوطنيه المصريه. ما تقدرش هي تدعي ان هي صاحبه كل حاجه دلوقتي، كانت، ولكن دلوقتي هي جزء من الحركه الوطنيه المصريه وتلعب دور مهم جدا. هم النهارده موجودين في هذه التظاهره وانا سعيد بانهم موجودين، لانه حركه كفايه ضروري تبقى موجوده في كل التحركات السياسيه. ولكن بس مقارنه بالجمعيه، يعني هناك من يقول ان حركه كفايه ماتت، او انه يعني وجودها بصراحه اصبح يعني رمزي اكثر من وجود واقعي. يعني استاذ خالد، كفايه لن تموت، لان دي فكره والافكار ما تموتش، عمر الافكار ما هتموت. يعني ربما يعني فكره التغيير تبقى، لكن كجماعه كتنظيم ليس لها وجود حقيقي. يعني انا بتمنى انهم يبقوا افضل كده من كده في ادائهم كثيرا، لان حركه تاريخيه مش ممكن ابدا حد ينكر دورها العظيم اللي عملته في سنه 2004 و2005 و2006، كان انجاز رائع للغايه. بس هم الوحيدين اللي فتحوا الباب، هم اول ناس طلبوا بالتغيير، هم اول ناس انتقدوا الرئيس، هم اول ناس قالوا كفايه 23 سنه، فكان شجاعه مهمه. المصريين في الخارج، افتكر ايه الدور اللي ممكن المصريين في الخارج يقوموا بيه في هذا المكان؟ انا قلت لهم هناك دورين، الدور ان احنا نضغط في ان انتوا يبقى لكم حق التصويت، فرفعوا دعوه امام المحاكم برئاسه وكلوا عنهم الدكتور يحيى الجمل، وهذا الحكم ما زال موجود لغايه دلوقتي. الحاجة الثانية انه اذا حصلنا على حق التصويت، يعني انت عارف انه في اللي بيصوتوا في داخل مصر 6 مليون، فانت لو سمحت ل 8 مليون انهم يبقى لهم حق التصويت هتبقى مسألة خطيرة. طبعا الحاجة الثانية انا سألتهم انتوا بتعملوا ايه لبلدكم؟ ايه اللي انتوا بتقدموه لبلدكم؟ ففوجئت بان احد الاطباء عامل مركز لعلاج اطفال المصابين بسرطان الدم في معهد ناصر، وبيجي يتابعه كل 3 اشهر. قلت هذا هو النموذج، فاحنا بنتكلم على انهم يبقى لهم حق التصويت، وايضا انهم يساعدوا وطنهم في كذا، والناس مهتمه جدا. احنا شكلنا 6 لجان او 6 جمعيات في 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 امريكا، وهم ما سموهاش الجمعيه الوطنيه من اجل التغيير، لانه في القانون الامريكي ممنوع انك انت ممنوع انك انت تفتح فروع لاي حد من بره امريكا، فسموها الحركه المصريه من اجل التغيير. 6 جمعيات والمسائل مستمره، وانا مسافر تاني وهقابلهم تاني واحييهم تاني واحتضنهم تاني. نفسي والله اجي لندن، يا ريت. عايزين نشوفك طبعا، يا ريت. طيب دلوقتي يعني نوسع الدائره شويه بالنسبه لاحزاب المعارضه، وانت اتكلمت كمان على الاخوان. يعني خلينا نبدا بالاخوان، هل تحالفهم مع الجمعيه الوطنيه يمكن ان يخيف الاقباط ويبعدهم عن حركه التغيير؟ انا شايف انه الاخوان من اول لحظه كانوا موجودين، يعني كانوا موجودين في لقاء 23 فبراير في منزل البراري، كان موجود دكتور سعد الكتاتني، هم اعضاء الجمعيه الوطنيه من اجل التغيير، هو راح يزورهم بهذه الصفه، وطلع قال الاتي، قال انا لا عملت صفقه ولا عملت تحالف، انا اتفقت معاهم على انهم موافقين على ال6 بنود وال3 بنود في الدستور، هم دول اللي احنا وافقنا عليهم، اذا هم موافقين على ذلك اهلا وسهلا، بعد كده كل واحد يروح لحاله. ها، انا شايف ان الاخوان اندماجهم في الحركه الوطنيه المصريه يحسن من ادائهم كثيرا،
يخلي عندهم قبول اكتر. بننقدهم نقد شديد يعني، انا مختلف معاهم، هم اصحابي وحبايبي جدا، بس انا مختلف معاهم خلاف جذري فيما يقولون. لن يرشحهم طبعا ولا انا ضد ده تماما، بس انت ما تقدرش ابدا كقوه سياسيه تمنع ان الناس تتعاون معاهم وتتحاور معاهم وتتفاوض معاهم، لان هم كتله لا يستهان بها. طيب احزاب المعارضه الثانيه، احزاب المعارضه الثانيه انا بتمنى انه يحصل انتعاش لبقيه الاحزاب كما حصل في حزب الوفد اخيرا. الوفد قايم ينتعش، الوفد النهارده بورسعيد في بلدي وانا سعيد بالحكايه دي جدا. وانا بتمنى على الاحزاب انها تنتعش وتقوم مره اخرى، لانها في حاله مواد شديد جدا. انا شايف انه حزب الوفد بيضرب نموذج في الانتخابات، حزب الوفد بيحاول قدر الامكان ان هو يقوم من كبوته، لان ده حزب الشعب ويجب ان احنا نحييه دايما ونساعده. هو حزب الشعب ولا حزب السلطه القرائيه؟ لغايه دلوقتي يعني اتجاهاته مش باينه. مش باينه. طيب دلوقتي بالنسبه للنظام والوضع في مصر، طبعا السيد الرئيس طال الله في عمره، يعني هو دلوقتي 82 سنه، والانتخابات الرئاسيه عندنا استحقاق ليها العام المقبل. يعني في قلق كبير بين المصريين خاصة في الخارج يمكن حول مستقبل الحكم في مصر، ماذا سيحدث خاصة لو مثلا حدث فراغ مفاجئ في قمة السلطة، ايه اللي هيحصل؟ السيد الرئيس قال تصريح مهم للغاية، قال سأقوم بفتح الجامعة الإيطالية سنة 2017. الرئيس قال كده؟ قال كده، فهو ربنا يديله الصحة لغاية 2017. يعني اوكي، ولكن يعني طبعا الاعمار بيد الله، وهناك من يرى انه في غموض في مستقبل الحكم. انا اتحدى لو حد في مصر يقول لنا ما هو السيناريو البديل. مساله غامضه جدا وفيك جدا ومزعجه جدا. بتتكلم عن التوريث، في ناس بتتكلم عن التوريث، ناس بتتكلم على القوات المسلحه، ناس التوريث. انا اعتقد انه مش هيحصل توريث، انا اعتقد. بس صح. هو مين من الحزب الوطني اذا كان هو مرشح الحزب الوطني اللي هيفوز حسب راي بعض الناس؟ لا انا شايف انه يعني احتمال كبير قوي ان حد يطلع من المؤسسه العسكريه يرشحه الحزب الوطني عشان يعني كمستقل. هذا هو انا ده ما اعرفش هل هذا انا يعني انت بتتكلم على الخيال السياسي، انا بتكلم على خيال سياسي مش واقع سياسي. طيب نسألك بقى تطبيقي، وده شيء نادر يعني دلوقتي حدثت مواجهه مؤخرا بين الكنيسه والدوله بسبب موضوع الزواج المدني، رايك؟ انا رايي انه يجب ان يقر قانون الزواج المدني في مصر، ومن يريد ان يتزوج مدنيا فليتزوج، من يريد ان يرتمي في احضان الكنيسه فليتفضل، من يريد ان يمارس طقوسه الدينيه هو حر في هذا، ولكن هذه مساله شائكه جدا ومش عارف اتفجرت فجأة ازاي، رغم ان في قانون الاحوال المدنيه، الاحوال المدنيه بتاعت اللقباط موجوده في ادراج مجلس الشعب منذ 10 سنوات، يطلعوا القانون ويناقشوه ويعرضوه. ده شيء واقعي ان واحد يتجوز يعني بعيد عن الكنيسه ورغم يعني عدم رضا هذا الكنيسة. هذا حقه. ولكن افرض انا صعب مش عارف ارتبط اعمل ايه طيب؟ ها؟ فضروري البابا شنوده يقول، وقال اظن كده مره، قال من يريد ان يتزوج بالطريقه الزواج مدني فليتفضل، من يريد ان يمارس الكنيسه لن تزوجه يعني. لا لا لا، الكنيسه ما لهاش دعوه بالزواج المدني خالص، وتعتبره خارج عن الدين. هو حر بقى، لكن القانون يقول لك انا متجوز، قانون بيحترم ده، الزواج المدني محترم. طيب اخيرا طالما فتحنا موضوع الاخبار، يعني موضوع التوتر الطائفي، يعني طبعا بعد حادث نجع حمادي، يعني هناك طبعا اقباط المهجر يعني يثيرون كثير من الضجه، وهناك من يقول انه حتى وصل الامر انه نوع من التواطؤ بين الدوله والكنيسه حول هذا الموضوع، يعني ان الدوله يعني بينها حسابات سياسيه مع الكنيسه، فتم يعني زي ما في مصر بيقولوا ايه يعني تغطيه على الموضوع او شيء حتى لا يعني تتوتر العلاقه. الدكتور ميلاد حنا مره قال جمله زعلت العالم كله منه، قال الكنيسة في جيب الدولة، الدولة في جيب الكنيسة في جيب الدولة، فانزعجت الناس جدا وكده. أنا شايف إن هناك تنسيق ما بين الدولة والكنيسة، وهذا خطر جدا، وأنا بطالب إن الأقباط يخرجوا من عباءة الكنيسة إلى العمل العام وينخرطوا في المجتمع المصري، من غير كده مش هنحقق أي حاجة من حاجات المواطنة. بس ده مش يعني مش أنت دي أمنية، لكن لا تتوقع يعني. لا أنا مش متوقع، لأنه هم في احتقان طائفي، في تمييز طائفي،
في ناس ما بتاخدش وظائف، في ناس ما بتاخدش مراكز، في حتت معينة ممنوع دخول الأباط فيها. هذا لا يستقيم في هذا العصر، لا يمكن أبدا. إذا كنت أنت حاطط في الدستور أول بند هو المواطن فعال، يا أخي أضعف الإيمان حتى تزيل هذا الاعتقاد. الدولة تلعب دور خطير جدا في هذا البلد. أقباط المهجر إزاي كثر الدور اللي بيلعبوا؟ أقباط المهجر أنا بشوف إنهم اللي يعني بيعملين الدوشة دي كلها قلاقل، لكن القلائل. لكن أنا شايف إن اللي أنا شفتهم في رحلتي الأخيرة ناس وطنيين ومحبين لوطنهم وبيتكلموا على ما يعانيه الوطن من مآسي وعايزين يخشوا ويحلوا ويعملوا كده، لكن التانيين الطائفيين دول قليلين. طيب بس قبل ما نتكلم على كده ضروري يحصل مساواة بين كل المواطنين. بالنسبة لموضوع غزة وقرار النظام مؤخرا بفتح المعبر للمساعدات الإنسانية، كيف ترى هذا القرار؟ أنا شايف إنه قرار كويس بس ضروري يفعل، لأن في معوقات موجودة على وأنا رايح أزور غزة يوم الاثنين وهشوف بنفسي وعشان أحكم بشكل عملي إنه فعلا هل في تسهيلات للدخول ولا لا. فأنا أعتقد إن ده إجراء يعني مهم. في ناس بيقولوا إن أنت لازم يبقى عندك تنسيق مع جهات أمنية عشان يسمح لك بالدخول، هل ده صحيح؟ والله أنا داخل كده عفياجي يعني. عفياجي؟ داخل العفياجي الأستاذ جورج إسحاق المعارض الوطني أحد مؤسسي حركة كفاية ومنسقها العام الأول وحاليا القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير. في هذا الحديث الخاص لبرنامج أوراق مصرية قال أن خالد سعيد نقطة تحول في مسار الحراك من أجل التغيير في مصر، وأن الجمعية الوطنية ستنزل إلى القرى والنجوع يعني الاختلاط بالناس ودعوتهم إلى الحراك والمشاركة في الحراك، وقال أنه لا توجد قطيعة بين البرادعي وقيادات الجمعية كما تردد، وليس صحيحا أنه رفض المساهمة ماليا لاستئجار مقر للجمعية في وسط القاهرة، وإن كان قال أنه بيانات الجمعية لا تعبر بالضرورة عن رأي الدكتور البرادعي. هذا الكلام يعني جديد لم نسمعه من قبل. وقال كمان أن الإخوان لم يجمعوا بعد أي توقيعات للجمعية، وإن كان ضروري من يعني الحوار معهم لأنهم قوة لا يستهان بها. وأخيرا طالب بزواج مدني للأقباط لحل المعضلة والمواجهة الحالية بين الكنيسة والدولة. كان هذا جورج إسحاق. بعد الفاصل سنفتح الخطوط أمامكم، يمكن أن تعلقوا على كل هذه الموضوعات وأيضا على موضوع الذي ناقشناه بالتفصيل في الجزء الأول قضية خالد سعيد، فنراكم بعد الفاصل. أهلا بكم، نتلقى الآن اتصالاتكم للمشاركة بالتعليق أو بالسؤال عن الموضوعات التي طرحت في البرنامج. نذكر أننا نرحب بكل الآراء الموضوعية مهما كانت، وإن كنا لا نسمح بالسب أو القذف ضد أي إنسان. ونبدأ من سامح في بريطانيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا على برنامج اليوم. شكرا. تعليق بسيط بالنسبه للشق الاول وقضيه الشاب المصري خالد سعيد شهيد قانون الطوارئ. هي فكره عدم الثقه ما بين الحكومه والشعب المصري للاسف الشديد والبيانات الحكوميه سبب هذا القلق الكبير وتضارب الأقوال الحكومية وبيانات وزارة الداخلية، ودي نقطة خطيرة جدا، لأن الشعب المصري دلوقتي معظم المصريين لا يثقوا في الجهات الحكومية وتقاريرهم وتحليلاتهم للأحداث، ودي عدم الثقة ولدت جو من الشحن المعنوي الكبير، ولن تعود هذه الثقة إلا باحترام عقلية الناس. دلوقتي احنا في نعيش في عصر غير العصر السابق،
عصر الانترنت، شباب الفيسبوك، شباب حيوي ونشيط ويستخدم ادوات حديثه في الكوميونيكيشن في الاتصالات. طب ايه السبب في رايك يعني في كما وصفته انت في يعني غياب الثقه بين المواطنين والحكومه، ايه السبب؟ السبب دوت تراكمات يا استاذ خالد كبيره جدا ظهرت بوادرها منذ الثوره 52، لان الشعب المصري بقى متلقي لبيانات الحكوميه كانها قران يتلى، لا احد يناقشها، لا احد يعترض عليها، ولكن الظروف تغيرت، عصر الانترنت وثوره المعلومات وخلت الحكومه في موقف، ولكن للاسف الشديد الحكومه ما زالت بتستخدم هذا الاسلوب في 2010 في عصر الانترنت وثوره المعلومات، بتستخدم اسلوب مختل عقليا، بتستخدم اسلوب بانجو وهذه المفردات اللي عفى عليها الزمن، ولذلك هم في موقف صعب، والثقه دي لابد ان يحاكم المسؤولين في وزاره الداخليه على هذا الكذب، لان اغتياب انسان في شرفه وسمعته ازاي يمكن محاكمتهم اذا كان يعني كما هو يبدو الان انه يعني تهمه الاستخدام القسوه ربما ياخذوا مثلا 3 سنين او يعني، وهذا هو الموضوع ده يعني خالد ده قصور يعني انا بصفتي قانوني في بريطانيا، وعلى ما اذكر انا تقابلت معك في ندوه دكتور البرادعي في لندن لان انت كنت تبحث عن المكان وتقابلت معك، هي الموضوع الثقه هتعود في عوده الصدق في المعامله مع الشعب المصري، للاسف الحكومه بتعامل الشعب المصري كانه طفل رضيع لابد وان يتلقى المعلومات. طيب ودي شكرا جزيلا استاذ سامح. معانا محسن كمان من بريطانيا، تفضل. الو اهلا، تفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، تفضل. انا عايز احكي لك حكايه يعني الحقيقه هي وقائع، مش يعني مش راي، علشان تقول لك توريك قد ايه. طب باختصار بس لو سمحت. اوكي، توريك فساد النظام بتاع الـ لا احنا عايزين نعلق على موضوع النهارده، على موضوع البرنامج، يعني الفساد ده موضوع تاني خالص يعني. ده متعلق بيه جدا. اتفضل باختصار. انا كنت شاهد، انا طبيب و40 سنه فاتت كنت طبيب امتياز في احد المستشفيات الكبيره في القاهره. حصل ان واحد اخذ حقنه ملوثه مجند، واخذ حقنه ملوثه ادت الى خراج في الدراع، ومن خراج للدراع حصل غرغرينه، ومن غرغرينه حصل اهمال في علاجه، تسمم، مات. الفرنسيك ميديسين قال ان هذا الرجل مات بالتي بي، يعني بالسل، مش بالتسمم نتيجه الحقنه دي. علشان ينقذ ممرض ادى الحقنه. طب انت حضرتك طبيب دلوقتي، انت كطبيب علق لنا على ما تقوله او مقاله كبير الاطباء الشرعيين طبعاً، انه اسفكسيا الخنق هي السبب وانه لم يجد اي سبب اخر للوفاه. هل اسفكسيا الخنق تؤدي الى المنظر اللي احنا شفناه في وش الراجل ده؟ ازاي اسفكسيا بتؤدي الى مثلا يعني حاجات في التيشوز، حاجات في اللنجز، حاجات في هو قال في التهاب، قال وجدوا التهاب في القصبه الهوائيه في جمجمته، واضح جدا انه مكسره خالص. ايه دي الاسفكسيا دي برضه؟ طيب شكرا جزيلا لحضرتك. وليد من مصر، اتفضل. الو، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. دلوقتي انا يا فندم عندي تعليق، يعني بسبب عندي يعني رئيس حسن مبارك دلوقتي بابنه يعني ابنه جمال علام مبارك دلوقتي اي شركه مصريه عايزه تعمل طب هي الهيب. لا معلش، احنا ما بنتكلمش على الشركات دلوقتي، احنا عندنا موضوع محدد النهارده خالد سعيد، وكمان سمعنا الحديث مع جورج اسحاق، فعندنا موضوع محدد لو سمحت. ماشي يا باشا. الو، اتفضل. ماشي يا فندم. دلوقتي انا كان عندي قضيه برضه في المطريه بتاعت ابن خالتي اسمه جرجس موريس، عشان نروح نعمل قضيه، عشان نروح نعمل قضيه عشان واحد بين واحد مسلم واحد مسيحي، قال له ما ينفعش محضر كده، انت تخش في امن دوله مش هينفع، ورحنا عملنا محضر ما ينفعش برضه. طيب برضو يعني الموضوع الطائفي ده موضوع تاني عموما. شكرا ليك. معانا حسين من مصر، اتفضل. مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك يا أستاذ خالد وأحيي قناة الحوار والقائمين عليها وبعد. فبالأمس استمعت إلى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وهو يقول ويصف الوضع بمصر حيث قال الظلم أسفر عن وجهه القبيح. ومنذ أيام كانت تذاع مباراة المونديال من دربن وفي هذه المقاطعة كانت تحتفل في نفس اليوم بيومها الوطني حيث قتلت الشرطة العنصرية بجنوب أفريقيا شابا في سبعينيات القرن الماضي. المشهد لا يختلف بمصر عما تقترف عصابات بني صهيون مع الفلسطينيين من قتل وترويع، وفي الآخر يقولون كما ذكرت سعادتك استخدام القوة المفرطة، وكأنه كان المفروض أن يموت خالد سعيد بأن يمدوه على رجله أو يدوله علقة بالصفعات. وبالأمس يا أستاذ خالد سامحني أتكلم في نفس الموضوع، نصرت الزهور والواحد يبكي على قبر مروى الشربيني، ونعينا على الآخر القتل وطالبنا بالقصاص، واحتراما لآدمية الإنسان أقاموا بديزلتورف 17 نصبا تذكاريا ونصروا الورود في ذكراه. أما في مصر فالشهداء الذين قتلوا وعذبوا على يد الشرطة في تلبانة والمنصورة وحلوانة والقاهرة والجيزة والإسكندرية توجب الشرطة على أهليهم أن يضعوا لسانهم تحت أحذيتهم ويحمدوا ربهم على أن أحباءهم غادروا الحياة بيد زبانية الشرطة، بل ويجب الاعتذار من الشعب للشرطة وهبة الحياة بمصر. هذه الشرطة حيث عبرت جريدة الدستور وقالت يا أخي حسين يعني نعم. مع معلش مع احترام رأيك من الصعب جدا ان احنا نعمم يعني اي راي وخاصه على رجال الشرطه، وانا شخصيا قابلت رجال شرطه ناس في منتهى الاحترام ويعاملون الناس بالادب، ويعني فاذا كان هناك يعني اخطاء او حتى خطايا ترتكب من بعض الناس يعني التعميم مرفوض دائما. ليس يا استاذ خالد سامحني ليس بالتعميم، ولكن جهاز الشرطه يجب ان يكون لا شيئة فيه، ولكن من قتل يا سيدي؟ نحن أمام جريمة يهتز لها عرش السماء. ولتتصور معي يا أستاذ خالد لو كان هؤلاء المخبرون جاءوا بأمر وتصرفوا بحضارة وأخذوا هذا الشخص أيا كان سمته وقدموه للنيابة، هل كان تحصل هذه الدوشة كلها؟ ولكن الأدهى والأمر أن الشرطة تقتل ثم تجرس الميت ولا تعمل له حرمة ولا تعمل حساب لآدميته وتقول إنه صاحب مخدرات. طيب. ويأتي الطب الشرعي. شكرا شكرا جزيلا ليك. احنا معنا ثلاث مكالمات من مصر وكلهم اسمهم محمد، فيعني أي محمد منهم يتفضل. محمد تفضل من مصر. اتقطع. طيب محمد في من الشرقية تفضل. كمان فقد. طيب محمد الثالث تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بالنسبة للموضوع الشاب خالد رحمه الله، نعم، أنا شايف أن الشرطة الداخلية المصرية بتتعامل بعنف مع الشعب وبعدت عن دورها كأنها داخلية وبتمارس دور البلطجة على الشعب، يعني بلطجي الشارع الواحد قده ويعرف يتعامل معاه، لكن بلطجي الشرطة ده أنا أعمل معاه إيه؟ إحنا دلوقتي الشرطة دي عشان تحمي الشعب والبلد، داخلية للبلد ولا على البلد؟ وهي أهدافها اللي هي موجودة عشان ليه بعدت عن أهدافها وعن مصيرها وعن الهدف اللي هي موجودة عشانه داخلية للشعب المصري؟ ليه اتخذت تجاه ضد الشعب؟ طب يا أخ محمد، هل أنت دلوقتي بتقول إن كل رجال الشرطة بيعملوا اللي أنت بتقول عليه ده ولا بعضهم فقط؟ يا فندم الشرطة دي حضرتك لو جبنا وعاء كبير وحطنا فيه مية، فيه مليان مية وكثرنا فيه قطرة سم، هل يصلح للشرب كله؟ لا يصلح. فدلوقتي هي الشرطة كده عضو فاسد فيها يسيء إليها كلها، لأن الشرطة ضابط شرطة في منطقة كبيرة مسؤول عن مليون أو 100,000 أو أكثر، فبيقدر يأذيهم كلهم، فما ينفعش ضابط شرطة يكون فاسد. أي في حاجات لا يصلح فيها الفساد إطلاقا، قطرة سم في نيل تسممه لا يصلح للشرب. طيب قول لي يعني معلش عشان بس في مكالمات كتير ومن مصر ومن بلاد بعيدة كتير، قول لي باختصار كده يعني شيء محدد حصل معاك خلى ان هو ده رأيك. والله يا فندم اللي حصل معايا ده مصري، اللي قدامي اللي عاملين عليهم ظهرات ده مصري زي زيه اخويا، حصل قدامي كتير مهازل زي كده،
شرطه بتعتدي على ناس عشان تفتيش من غير اي حاجه. مفيش موقف حصل معايا، ده مصري، ده دمي، ده دمي، اللي مد دمي مني بلدي. شكرا ليك. الحاجه ايمان من مصر، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. فكره انا طبعا مش اسمي ايمان، بس انا هقول لحضرتك ان انا كنت مرات اللي هو شرطه، وعارفه والله كل الحاجات دي بتحصل ازاي. كان الحشيش موجود والسلاح موجود وكل حاجه، الواحد يقول له هتاخد قضيه ايه، وانا عارفه معاونين، هو كان رئيس مباحث وبعد كده بقى مفتش مباحث وبقى ماسك بعد كده. فانا بقول لحضرتك ان الوضع حتى لو كان خالد سعيد ده مات لوحده، فانا ما صدقش، ما صدقش اي حاجه عن الشرطه. في حاجه تانية بالنسبه للسيد جورج اسحاق، احنا حاولنا كتير نمضي، وبس احنا مش عارفين نمضي فين. يعني احنا عايزين نمر التليفون او اي حاجه كده، بحيث ان في ناس كتير عايزه تمضي للبرادعي، فياريت يسهلوا لنا الامور دي. طيب عموما هو طبعا في موقع على الانترنت ممكن الناس تمضي على الانترنت بدون ورق، يعني بدون يعني ممكن الناس يسجلوا البيانات على الانترنت. بس مش كلنا حضرتك عالمين بالانترنت، احنا برضو في ناس فلاحين وفي ناس ريف وناس كذا، ممكن يمضوا، عايزين يعرفوا الطريقه. يعني حتى لو نمره تليفون او مكتب او نمره جورج اسحاق او نمره البرادعي، بس والله 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 ان 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 اي واحد هيرشح نفسه ضد النظام الحالي هو ان شاء الله ناجح، لان احنا يئسنا خلاص الشعب كله، احنا تعبنا الغلا والوضع نفسه، سواء معانا فلوس تعبان سواء ما معوش فلوس تعبان. طب بس حضرتك بتقولي انت زوجة يعني او كنت زوجة لواء شرطة، يعني المفروض انه يعني حالة حضرتك المادية تكون كويسة. يعني انا اساسا من اسرة مبسوطة ومعايا فلوس، بس الحال كله مع بعضه يعني، يعني وضع مش 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 وضع سليم. وبعدين معاش ضابط الشرطة بعد الوفاة 840 جنيه، بعد كده 1000 جنيه، يعني يوم ما بيزيد بيبقى 1000 جنيه. فكان مساعد مدير امن كان باخد له 7 8 9000 جنيه قبليها. يعني هو كان يعني مساعد مدير امن، وبتقول لحضرتك ان هم كان عندهم حشيش واسلحه في المكاتب كل ما تتخيله، وكان بيحضر قدامي. كان في مره اجازه وكنا يوم اربع وانا عندي بنت واحده، انا خايفه اديك برضو حاجات، انا مش اسمي ايمان على فكره. وبعدين رحنا فكان المعاون بتاعه موجود، مخبر اسمه سيد، وانا اقول لحضرتك اسمه سيد مفتاح، وهو كان رئيس مباحث والمعاون بتاعه كان اجازه. فقال له في ايه يا سيد، ايه اللي حصل؟ وكان معايا بنتي على حجري. فقال له احنا فلان رحنا له البقال فعصلك مع معاون المباحث، لبسنا قضيه سلاح. انا رحت اتخانقت معاه في البيت وقلت له البنت دايما عيانه وي 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 وعيانه على طول، وانتوا بتعملوا كذا، اقسم بالله ضرب المخبر. قال له ازاي تقول قدامها كده؟ وكذا وقع. البرنامج بتاع حضرتك ما يكفيش ان انا احكي لك الوقائع بما فيهم قاتل. قاتل؟ قاتل، يعني الحاجات دي من قديم، من القديم قوي. طيب يعني هو الوقت صعب جدا، بس قولي باختصار جدا ايه موضوع القتل ده؟ القتل كان كنا معزومين في مكان انا ووالدته، وبعدين العربي نفسه قال له احنا اول مره اتقابلنا يا فلان بيه، باشا مش بيه، كان في قضيه ايه فاكر؟ قال له قال له قضيه القتل، عارف مين اللي قاتل ورايح ياكل عند الناس اللي قاتلينه، واحنا قعدنا كلنا وذبحوا لنا خروف يوميها وقعدنا استنينا. موضوع تاني كنا راكبين، كانت عربيتي عطلانه وركبنا تاكسي، وبعدين السواق نفسه قال لي انا رحت لفلان عشان اقتله، ده قاتل اخويا. كل الكلام ده بحكوا لك يعني من 10 15 سنه، يعني كان ايام ما كان رئيس مباحث. شكرا. والله بيحصل حاجات كتير جدا 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 في مصر. شكرا جزيلا. اكيد بيحصل حاجات كتير في مصر، وطبعا ولكن طبعا هذه يعني المكالمه فيها ادعاءات بجرائم معينه نحن نتحفظ عنها لأننا لا نملك دليلا مستقلا عليها. ناخد ماهر البنا من مصر، اتفضل. أهلا مساء الخير. اتفضل. أهلا وسهلا. معك. اتفضل يا فندم. أنا في ملاحظة بسيطة بس هقولها. اتفضل.
يا ريت تواصل واسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. اللي اسمعنا ماشي يا فندم. ماشي الست اللي بتتكلم، سيادتك تعتقد بانها دي ممكن تكون واحده زوجة ضابط من ثقافه هي بتتكلم بيها؟ هل تعتقد بانها هي ست مثقفه لتكون زوجة ضابط بالالفاظ اللي هي بتتكلم بيها؟ يعني طبعا هذا موضوع تاني، احنا قلنا ان احنا نتحفظ عن اي مزاعم او ادعاءات. هنا هي قالت ما تعتبره انه رأيها او يعني رؤيتها لاحداث معينة، لكن نحن تحفظنا عنها ولا نملك اي دليل عليها، وبالتالي يعني خدنا موقف واضح منها. ماشي سيادتك، انت سيادتك احنا لما الوضع بتاع خالد وضعه احنا مصر في منظور معين وخلايات معينة موجودة في مصر لهدم هذه البلد. ازاي يعني؟ مش فاهم، وضح رأيك. قدام سيادتك ده كله الشباب اللي قدامك ده كله اغلبيته اللي هم السيع، واغلبيتهم اللي هم بتابع فرق البانجو هو حضرتك يا سيد ماهر حضرتك ضابط شرطة؟ انا لا والله، انا راجل عامل عادي وراجل مصري وقعدت في الجيش 10 سنين ومجند 10 سنين من 63 ل 73. طب ازاي حضرتك تقول عليهم صيع؟ هل انت تعرفهم كلهم، كل الناس الالاف اللي خرجوا مظاهرات، هل تعرفهم واحد واحد وعارف انهم كلهم صيع؟ لا طبعا انا. طب امال ازاي تعمم يعني هذا الوصف غير المهذب ابدا عليهم؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا تنظيمات موجوده في مصر على ان مصر دي تولع، والكل عارف الكلام دون، ودسائس داخله كتير بين المجاميع. انا راجل مش بتاع حكومه وبتكلم من تليفون خارجي، لا انا راجل مصري وخايف على مصر اكتر من اي حد. لكن الاوضاع اللي هي بتحصل زي المحامين زي اللي مش عارف. طيب انت شايف ان الشباب اللي بيطلعوا المظاهرات دول هم الخطر على مصر، هم دول اللي بيسبب يعني خطر على مصر، انت شايف كده؟ هو هقول لحضرتك، هو الشباب نفسه مش خطر، لكن اللي بيندسوا ما بين الشباب هو الخطر. طب هو احنا موضوعنا خالد سعيد، انت رايك ان خالد سعيد يعني مات بسبب البانجو مش بسبب الضرب؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، في ملحوظه نقولها بين قوسين، لو خالد سعيد عزق يعني اتعذب يبقى كان في الاسم، لكن ده ما اتكنش في الاسم. يعني سيادتك بس في شهود كتير، في اكتر الشهاده النيابه سمعت ل 100 شاهد، وكان في شهود تانيين يعني كمان كانوا مستعدين يقولوا انهم شافوا خالد بيتضرب من المخبرين. 100 واحد اتسجلت اقوالهم في النيابه. 100 شاهد سعادتك دول ماشي، ال 100 واحد دول اللي هم شهدوا اللي هم كان في القهوه بتاعت النت، والقهوه بتاعت النت دي اللي هو خرج منها خالد سعيد، ودول مجموعة يعني أصدقاء كلها برضو، كل واحد كلهم بيجاملوه. تمام، انت رايك ان هم بيجاملوه؟ طيب لا يعني هنا ما راحش الاسم وعزب، يعني انا لو قلت لي بان راح الاسم هقول لسيادتك يبقى ممكن من الضرب. هو فعلا اخدوه على الاسم حوالي ربع ساعة، ما نعرفش ايه اللي حصل فيها طبعا، لا نملك اي دليل عليها. بسرعة ممكن اخد معلش عشان منتظر من زمان يحيى من سويسرا، بسرعة اتفضل. طيب فقدناه، هذا هو كل ما لدينا من وقت اليوم، شكرا جزيلا. وبسرعة عايز أشكر الناس الحقيقيين، الناس الأصلاء في مصر اللي يعني غمرونا بكرمهم. عايز أشكر الأخ صبري سواق التاكسي الغلبان اللي مرضيش ياخد حق أجرة التاكسي رغم أنه محتاجها. وعايز أشكر عم أحمد البياع في سور الأزبكية اللي أعطانا صورة هدية وبرضه رفض ياخد تمنها. وحتى الأسبوع المقبل، هذا خالد الشام مع فريق البرنامج يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.